السلام عليكم، معكم تلاميذ خديجة شيكاغول، أستاذة اللغة الفرنسية مؤسسة فونتي، خصيصا استقرح التعليم الابتدائي. غاسديك يعني واسم قرن نراكيش نشارك إن شاء الله بمناسبة المسيرة الخضراء. دريت لي استقرح نسكاش نكال لي زاكتيفيتي اللي راه تزرم غاسدي إن شاء الله، نتمنى أن توفق حماس لي زاكتيفيتي إن شاء الله تعالى. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة تخليد الذكرى 48 انطلاق المسيرة الخضراء مؤسسة فونتي بأكادير، تنخرط في هذه الاحتفالات وفي هذه الأجواء، وطيلة صبيحة يومه كانت عندنا أهازيج وأفراح تلاميذية بتنسيق مع السيدات والسادة الأساتذة. وبالمناسبة تنحييو جميع الأطر الإدارية والتربوية اللي انخرطت في هاد الاحتفالات، وكنتمنيو لهم المزيد من التألق والتربية على المواطنة، شيء ضروري، وتلقين لفلدات أكبادنا الوطنية الحق والارتباط الحق بالوطن يدخل في هذا المضمار. Par le corps.
ماش خرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تيفي.